قرار الأهلية الذي نحتفظه مشروعا أيضا المشروع المتصرفون التربويين من مختلف ربوع الوطن اليوم يجسدون محطة نضالية إندارية قبيل انطلاق الموسم الدراسي من أجل يعني توجيه رسالة واضحة لوزارة التربية الوطنية قصد إصلاح مجموعة من الأمور التي تسبب حيف تراكمي للمتصرفين التربويين. أولها مسألة قرار الأهلية. قرار الأهلية يجب أن يكون منصفا ويعالج مختلف الاختلالات التي ترتبت عن القرار السابق، حيث أن مجموعة من المتصرفين التربويين تعرضوا لعدم الإقرار والإعفاءات بشكل يمس المهام الأصيلة لهم، لأن التكوين الأساس الذي بناء عليه تم ولوج مجموعة من موظفي وزارة التربية للمسلك مسلك الإدارة التربوية وترتب عنه يعني تكوين لمدة سنتين وفق نظام المجزئات يقتضي مزاولتهم مهام الإدارة التربوية كمهام أصيلة، كما أنه نطالب بتفعيل مهام البوندباء من المادة 22 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، كما أن نطالب السيد الوزير بالتعجيل بإصدار مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال نظرا لما تمثله من مكتسب يؤدي بهم إلى مزيد المردودية والاستقرار الأسري يعني وحسن سير المرفق العام، كما نطالب السيد الوزير بأن يكون دليل الكفاءات والوظائف الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية بشكل يضمن استقلالية المتصرف التربوي عن الفئات الأخرى بحيث يكون تقييمه من طرف الرؤساء التسلسليين فقط دون تدخل جهات أخرى، بالعكس بأن المتصرف التربوي يجب أن تكون يعني الفئات الأخرى تحت إشارته بهدف تجويد خدمات المرفق العمومي ومراعاة المصلحة الفضلى للمتعلمين، كما أنه يعني بخصوص مجموعة من المتصرفين التربوي حوالي 300 متصرف تربوي يزاول المهام الإدارية، وهذه المهام الإدارية لم يعد لها أي سند قانوني، حيث نطالب بتفعيل مهام الاستشارة والتكوين والتأهيل والمواكبة. يعني هذه الوقفة تأتي بشكل حسن نية التنسيقية الوطني المتصرفين التربويين وحسن نية المتصرفين التربويين من أجل توجيه رسالة قصد إصدار القرارات بشكل ناجع والقرارات التي تساهم في الرقي بإطار متصرف تربوي الذي هو مسؤول عن تدبير المؤسسة التعليمية، وكما نعلم المؤسسة التعليمية تحتضن يوميا 8 ملايين تلميذ، يعني المؤسسة التعليمية كمرافق عمومية وتخضع للمرسوم 2.376 الذي بدوره يحتاج إلى تعديل، فإن المرافق العمومية يدبرها المتصرفين التربويين الذين يشغلون مهمات مدير أو حارس عام أو رئيس الأشغال أو إلى غير ذلك. يعني نطالب الوزير بحل هذا الملف وفق ما أشار إليه في بيان تنسيقية، وشكرا لكم. أنا أحضر اليوم مع الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومدير الدراسة على الصعيد الوطني كرد فعل ضد الإقصاء والإهمال الذي تواجه به الوزارة ومصالحها هذه الفئة منذ زمان. نأتي كرد فعل ضد مجموعة من القرارات التي نعتبرها في نظرنا قرارات مرتبكة وستسبب المزيد من الإرباك للمؤسسات التعليمية، خاصة ونحن نأتي بعد سنة استثنائية، وفي سنة استثنائية أيضا نأتي لنحتاج مضطرين بعد هدوء لمدة طويلة من الزمن لنحتاج على أولا وبشكل استثنائي تعمد الوزارة إلغاء الحركة الانتقالية، أقول إلغاء ولو أنه مغلف بالتأجيل إلى شهر شو تنبيه.
لأن الوزارة مصالحها المركزية قامت بتنظيم جميع الحركات الانتقالية على صعيد القطاع. جميع الحركات الانتقالية في القطاع مرت قبل نهاية شهر يوليو. الفئة المعنية عبرت عن الرغبة في الانتقال منذ تقريبا شهر فبراير، لنفاجأ أن الوزارة لم تخرج في نهاية الموسم الحركة الانتقالية خاصة بهذه الفئة، ولم تخرج حركة إسناد الإدارة التربوية، يعني إسناد مهمات المدير للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومدير الدراسة. فنعتبر هذا ارتباكا وإرباك. لماذا؟ لأنه لا يعقل الوزارة مصالح الوزارة تقول أن الحركة الانتقالية ستنظم في شهر شتنبير بعد تنظيم حركة الإسناد.